عشان نقفل النقطة بتاعت سكيشن اللي بتحضر وموضوع التصوير، احنا هنخلي مصدر واحد اللي هو السكشن ده نكون بنصور فيه، بحيث ان انت لو عايز اي حاجة يبقى معاك سورس واحد بس. تمام؟ المرة اللي فاتت مع بعض درسنا ايه او خدنا ايه؟ درسنا الديد لود واللايف لود، ودخلنا على الويندو لود، بس كان فاضل حاجة اسمها ايه؟ السبيشال كيسز، صح؟ ان شاء الله هنخلص الاول الجزء الخاص بالكرين لود، وبعد كده نخش على ايه؟ على السبيشال كيسز. في كام حاجة بس عايزك تعرفها كده. هو يعني ايه كرين اصلا؟ الكرين ده هو عبارة عن الونش اللي المفروض سيادتك بيبقى موجود. انت مثلا المنشأ بتاعك لو نفترض ان هو الشكل ده، عندك هنا اهو حمولة، ولنفترض مثلا 10 طن، فايه اللي بيحصل؟ انت عايز المنطقة او عايز الحمولة دي من اول المصنع تروح هناك لاخر المصنع، فانا بالتالي انا مش معايا اي حاجة، ولا ينفع طبعا العشرة طن ده يشيله الجرار اللي هو بيبقى عارفين اللي هو العربية دي زي الشوكة دي، ما ينفعش تشيل الحمولة دي، وفي نفس الوقت مش هينفع الناس ان هي ايه تشيلها. فعشان كده بيبقى فيه كرين. الكرين ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن وينش عادي. الوينش ده عبارة عن ايه؟ ركز كده معايا. الوينش ده بيبقى فيه قضيب يمين وقضيب شمال محطوط عليهم الوينش اللي هو العجلة بتاعتي، وبحيث ان الوينش ده ينفع يتحرك ازاي؟ جوه وبره، وفي نفس الوقت فيه هوك هنا ينفع يتحرك ايه؟ يمين وشمال. يبقى انا كده غيرت او حركت المنشأ بتاعي كله ولا لا؟ طيب قال لي بص، في مسميات عايزين نعرفها مع بعض علشان نعرف نشتغل مع بعض في الموضوع ده. قال لك ايه؟ اول حاجه عندك الكاميرا اللي هي الاي سيكشن دي اللي احنا بنسميها القضيب دي، اسمها الكرين جيردر، كاميرا الكرين. عندك بعد كده الجزء ده اسمه الكرين بريدج، اللي هو اصلا الكرين نفسه اللي بيمشي عليه الحموله بقى نفسها اللي بتشيلها، وده الهوك. عندك بعد كده شايف الكاميرا اللي بالازرق دي اللي شايله كرين جيردر، حد عارف اسمها ايه؟ اسمها البراكت. اسمها ايه البراكت دي؟ هي كاميرا كانت ليفر عادي خالص، بس هي الفكره كلها ان هي بتبقى هدفها ان هي تشيل الكاميرا الاي سيكشن دي اللي هي بتاعه الكرين جيردر اللي فوقيها فيه مين؟ العجل. لو خدت بالك هتلاقي ان الكرين بريدج ده متشال على كام عجله؟ 4، 2 في الاتجاه والاتنين في الاتجاه التاني. طب انا دوري ايه في مساله الكرين ده؟ انت كديزاينر اللي يهمك كله البراكت ده الرياكشن بتاع البريدج قد ايه؟ يعني انت الهدف بتاعك كله ان انت هنا الكاميرا الكابولية دي تعرف الرياكشن اللي جاي من الكرين قد ايه. ده يبقى انت كده خلصت المسألة بتاعتك. طيب نسأل نفسنا السؤال، هو انت عشان تعرف الرياكشن ده هو ترتيب الاحمال ماشي ازاي؟ قالك مش انت هنا عندك الكرين بريدج ده مكون من ايه؟ 4 عجلات، يعني المفروض في رياكشن للعجلة دي، صح؟ رامي على مين؟ الكرين جيردر، ثم على البراكت. فانت في الاخر هدفك كله انك انت تجيب الرياكشن. طب في سؤال بقى، هو الرياكشن ده مش عباره عن جاي من الاحمال او اللودز؟ انا عندي ايه هي اللودز اللي عندي اصلا الاساسيه خالص؟ اقرا كده. انت كل اللي تعرفه ان انت عندك حاجه اسمها الديد لود ومين؟ لايف لود. الاثنين الجداد دول الباقيين هنشوفهم مع بعض. طب تعالى كده نركز مع بعض، هو انت هنا ايه هي الحاجات، او لو نسال السؤال بطريقه ثانيه، هي مش ده اسمه براكت؟ بيتكرر على مسافات ايه البراكت ده؟ مسافات الاس، صح؟ طب انا اسالك سؤال، لو انت عندك المنشا بتاعك مكون من 3 مسافات او 3 براكت، يعني فين اكتر براكت كريتيكال؟ هل هو الاولاني او الاخير؟ ليه؟ علشان هو الاولاني والاخير شايل قد ايه مساحه؟ نص الاس بس، ولكن البراكت اللي في الوسط ده شايل قد ايه؟ نص اس ونص اس. مش ينفع من هنا عشان افهم النقطه دي، لو جيت مثلت البراكتس اللي عندك الثلاثه بثلاثه سبورت، فين السبورت الكريتيكال اللي هو في النص ده؟ صح، المسافه بين السبورتات اللي هي البراكتس مسافه كام؟ الاس. اسالك بقى سؤال، مش انت عايز الكريتيكال
البراكت ده عايز تجيب الرياكشن الكريتيكال؟ قال لي اه. طيب لو انت عايزه من الديد لود، ايه هي الحاجات اللي موجوده على البراكت ده في الديد لود؟ مش انت عندك وزن الاول طبعا في اون ويت للبراكت صح؟ خليه ده دلوقتي على جنب. لا، الحاجات الثابته اللي عمرها ما تتنقل ايه؟ اللي هو الكرين جردر صح ولا لا؟ الكرين جردر ده مش ليه وزن اللي هي الاي سيكشن دي؟ طيب الاي سيكشن دي اللي هي الكرين جردر، قال لك الوزن بتاعها بيبقى حمل موزع بتاع الكرين جردر اللي هي كاميرا الكرين، رقم ثابت من بوينت 15 لبوينت 2 طن على المتر الطول. هنتفق مع بعض هناخده بـ 0.2. السؤال بقى، هو مش دلوقتي ينفع الـ R ديد ده يتحسب بسهولة ولا لأ؟ حد يقدر يحسبه؟ مش انت قلت لي من شوية ان السبورت ده شايل من النص ده للنص ده، يعني القانون بتاعه شايل S كاملة ولا لأ؟ يعني كأنك بتقول هو الـ On Weight بتاع الكرين مضروب في مين؟ وبما ان اصلا الـ On Weight بتاع الكرين هو رقم ثابت مقداره 2 من 10، يبقى القاعدة بتاعت الـ R ديد هي عبارة عن ايه؟ بوينت 2 الاس. حد دلوقتي حد عنده اي مشاكل؟ تقدر من هنا تحسب الاس مديها لك بكام؟ 5 متر. يبقى اذا الـ R ديد عبارة عن بوينت 2 في 5 يعني 1 طن. في اي سؤال في الكلام ده؟ حد عنده اي سؤال؟ يبقى انا كده خلصت ايه؟ الجزء بتاع الارديد بالنسبة للكرين. خلي بالك بقى في شوية اسئلة هتسألها، زي هو فين الاون ويت بتاع البراكت؟ وانت بتدايزن انت دلوقتي عايز الرياكشن بس اللي جاي من مين؟ الكرين، مش الحمل بتاع البراكت نفسه، فاهمين؟ يعني انا بشوف الكرين ده بيعمل ايه على البراكت، فحمل البراكت لما اجي اعمل بقى تصميم للبراكت هاخد فيه وزن، بس انا دلوقتي عايز اعرف ايه اللي جاي على البراكت من بره، فالاون ويت بتاع البراكت مش معايا دلوقتي. دي حاجه. حد تاني هيقول لي هو البريدج ده الوزن ده، مش الكريم بريدج ده ليه وزن اصلا، ليه كتله؟ وانا بحسب في اللايف لود واخد تاثير حمل مين؟ الكريم. هتقول لي طب ما هو ده وزن موجود صح، بس هل هو وزن ثابت مش بيتحرك ولا بيتحرك؟ يبقى الوزن اللي هو يعتبر الاون ويت بتاع كاميرا الكرين بيتحرك، يبقى اسمها ديد ولا لايف؟ لايف. طالما بيتحرك يبقى اسمه لايف، هيتاخد معايا في حمل اللايف. يبقى اذا في الديد لود مفيش غير مين؟ الوزن بتاع كاميرا الكرين اللي هي هتفضل موجوده ثابته. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ اللي هي الكرينجر. طب تعالى نتنقل على النقطه الثانيه، اسالكم سؤال، هو اللايف لود اللي موجود عندك هو يتمثل في مين هنا؟ اللي هو حمل العجل صح ولا لا؟ انت عندك كام عجلة في الحتة الواحدة؟ 4، يعني انت بتصمم واحد بس، انت عندك هنا 2، ما هو دول زي دول صح؟ اقرأ كده في معطى اولاني اسمه ايه؟ ماكسيمم ايه؟ ماكسيمم ويل لود. ماكسيمم ويل لود يعني ايه ماكسيمم ويل لود؟ اقصى حمل على العجلة صح؟ هو يعني ايه اقصى حمل؟ معنى كده طالما في ماكسيمم يعني في مين؟ مينيمم. قال لي اه، قال لك بص، هو مش الونش ده الهوك ده لو جه قرب من هنا وهو شايل الحمولة بتاعته، ساعتها فين العجله اللي عليها ماكسيمم، دي ولا دي اللي على الشمال؟ دي. يبقى دي ساعتها فعلا البي ماكسيمم، وبالتالي دي البي مينيمم. بس انت كديزاينر بتصمم على ايه؟ ليه؟ لانه ممكن نفس الهوك ده يجي الناحيه دي، فساعتها الماكسيمم يبقى فين؟ هنا، والمينيمم يبقى هنا. طب هسالك سؤال، هي ال10 طن دي جت منين؟ حد يعرف ال10 طن دي جت منين؟ طيب قال لك انت المفروض في جدول حاجه اسمها الكرين كاباستي، اللي هو ايه؟ انت دلوقتي راجل هتروح تصمم مصنع، فبتروح تسال الراجل هي طبيعه المصنع دي ايه؟ فيقول لك مثلا انا هشيل حموله عايزها تبقى مثلا 5 طن او 10 طن او 15 طن. في جدول اسمه كده الكرين كاباستي، فبتشوف مثلا لما الكرين كاباستي اللي هو القدره دي تتحمل مثلا 15 طن، ساعتها الماكسيمم ويل لود بكام؟ والمينيمم ويل لود بكام؟ فهمت اللقطه دي؟ بس انت مش هتخش على الجدول ده، انت ايه؟ مش هتخش على الجدول، الجدول ده هيجي لك منه على طول الماكسيمم اللي هو كانه دخل على الجدول، عرف الكرين كاباستي بكام، دخل جاب البي ماكسيمم والمينيمم ما ادهالكش. فهمنا اللقطه دي؟ نعم.
المينيمم دلوقتي مش محتاجها في حاجه، بس وانت بتصمم مفروض بره بتعمل حالات تحميل، هنا هيبقى في مره ماكسيمم وهنا مينيمم، بس انا مش هعمل كده، انا هكتفي بس بمين؟ بالماكسيمم. بس بره في الشغل لازم الحالات كلها. طيب تعال نخش على اللايف لود. انت كل اللي يهمك في اللايف لود حاجتين، حمل العجله قد ايه، والمسافه بين العجلتين دول قد ايه. حد يقدر يقول لي كده؟ لو انا خدت الفيو ده ورحت قلبه كده، خليته هنا دي العجله الاولى ودي العجله الثانيه اللي هو في السايد فيو، هنا في بي ماكسيمم مقداره 10 طن، وهنا في بي ماكسيمم مقداره 10 طن، المسافه بينهم كام؟ قال لك المسافه اللي هي الويل ديستانس اللي هي مسافه بين العجل بتساوي 2 متر. ركز بقى كده معايا في الفيو ايه او اللقطه اللي جايه دي. انت كديزاينر لسه حالا قايل لي ايه؟ ان اكتر براكت كريتيكال هو مين؟ اللي في النص، صح؟ اسالك انت بقى دلوقتي سؤال، لو انت دلوقتي بتصمم كديزاينر وانت عارف ان العجل ده بيتحرك كده اهو، فين اكتر مكان كريتيكال احط فيه العجل ده، يعني البراكت ده امتى يبقى كريتيكال بوينت موجوده؟ لما ايه؟ لما العجله دي تبقى نازله على مين؟ على البراكت اللي عندي بالظبط، صح ولا لا؟ مش العجله دي بتتحرك كده، اللي هي العجله دي بتتحرك كده، لو انا بصمم دي امتى البراكت ده يبقى عليه اكتر رياكشن؟ لما يبقى العجله دي جت كده راحت واقفه فوقيها، صح ولا لا؟ يبقى ساعتها الرياكشن توتال 100% نازل على مين؟ على البراكت، صح؟ طيب فساعتها تروح عامل ايه؟ نفس الكلام، هو مش انت عندك البراكت الكريتيكال ده اللي هو في النص، المره دي بدل ما عايز تجيب ار ديد عايز تجيب ار مين؟ ار لايف. اتفقت معايا انه المكان اللي هحط فيه العجله اللي انا اصلا كلها بتتحرك هحط مكان العجله فين؟ فوق مين؟ البراكت نفسه اللي هو السبورت ده، صح؟ مقداره كام؟ 10 طن. طب هو انا عندي عجله واحده في المسار ولا اتنين؟ اتنين. المسافه بينهم كام؟ يعني انا المفروض بعد 2 متر اشوف مين؟ العجله الثانيه. يمين ولا شمال يا باشمهندس؟ هتفرق في حاجه؟ مش هتفرق في اي حاجه. ساعتها المسافه دي كام؟ وانت عارف ان المسافه بين السبورت والتاني كام؟ اللي هي 5 متر. يعني ساعتها المسافه المتبقيه دي كام؟ سؤال بقى، هل دي شايله اي حاجه؟ يعني كان ممكن من البدايه مالها اشيلها اصلا وما ارسمهاش، صح ولا لا؟ لان هي مش عليها. ولو عكست وحطيت ال 10 طن الناحيه الثانيه ساعتها هتشيل مين؟ ففي الاخر انت طول الوقت بترسم على مين؟ على مسافه واحده اللي هي اللي اسمها الاس، لان هو بيمشي فيها الكرين. جرب دي وجرب دي، في الحالتين بيطلعوا تقريبا نفس الرقم، بس الحاله الكريتيكال ان هو يبقى 100% واقف على السبورت كده عليه. هي كيس اوف لودنج، يعني هي حاله تحميل. طيب في مشكله في الكلام ده؟ تقدر من هنا تحسب كانها خلاص دي كاميرا سيمبل بيم، يعني كان الرسمه بتاعتك بقت كده، يعني شايله كده اهو ار لايف، وفوق هنا في ال 10 طن وال 10 طن الثانيه. تقدر من هنا بكل بساطه تحسب مين؟ الرياكشن، سواء بسيجما المومنت اللي هو هتسمي ده اي بي او بالسوبر بوزيشن. فانت لو عايزها بسيجما المومنت هتقول له سيجما المومنت حوالين نقطه بي بتساوي صفر، يبقى الار لايف في 5 ناقص 10 في 5 ناقص 10 في مين؟ كل ده بيساوي، او تعملها بطريقه السوبر بوزيشن اللي هو بيقول لك ايه؟ اللود في المسافه البعيده على الطول كله او على المسافه الكليه، اللي يريحك امشي بيه. هنا القاعده دي بتقول ايه؟ ال10 لود في المسافه البعيده على المسافه الكليه زائد ال10 دي. لو انت ما تعرفش ان ال10 اللي على السبورت بتنزل زي ما هي وطبقت السوبر بوزيشن هتلاقي 10 المسافه البعيده 5 على مين؟ على 5، هي برده الناتج واحد. اعملها بدي او بدي اللي يريحك. في الحالتين طلع معايا الار لايف بتساوي 16 طن. حتى هذه اللحظه يا باشمهندسين، حد عنده اي سؤال؟ في اي مشاكل في اللي انا بقوله ده؟ طيب في بقى سؤال، اللي منكم بيركب ايه؟ سواء مترو او قطر، ايه اللي بيحصل؟ انا دلوقتي وانا ماشي كده في القطر او في المترو
مش ساعات بلاقي ان كأن المترو بيدب كده معايا على الارض او على القضيب ولا لا؟ الدبابة دي اللي بتحصل سواء في القطر او في المترو دي بتزود لي الحمل ولا بتنقصه؟ بتزود الحمل صح؟ بتزود دايناميك لود بالظبط، بتزود الحمل اللي هو الديد ولا بتزود اللايف؟ اللايف، لان الحركة دي ما بتحصلش الا وهو مين بيتحرك. حلو قوي. ساعتها قال لك في حاجة اللي هو الحمل الصدم ده بسميه حاجة اسمها ايه؟ الامباكت لود. فالامباكت لود ده المفروض يزود مين؟ اللايف لود. علشان كده اللايف لود لما يبقى مع الامباكت قال لك بتاخد الامباكت لود عبارة عن 25% من قيمة مين؟ اللايف لود. يعني ساعتها لو عايز اجمع الار لايف مع الامباكت مش يعتبر 1.25 من قيمة الار لايف اللي هي ب 16 اللي عندي، يبقى ساعتها هقول له 1.25 في مين؟ يطلع الناتج ده معايا 20 طن. في مشكلة في الكلام ده؟ طيب خد بالك من حاجة ليك، هي مش هتفرق في الحل. ليه 25%؟ الكود المصري في الأحمال قالك ان الامباكت لود او حمل الصدمات عموما في الكرين بيبقى في حاجة من اتنين، يا اما في حاجة اسمها مانيوال كرين او الكتريك كرين، اللي هو ايه الالكتريك ده اللي هو اللي احنا شغالين بيه، بيبقى زي كده ايه بجهاز زي الريموت كده بيتحرك لقدام والورا ويمين وشمال للهوك، فساعتها بيبقى فيه موتور من فوق. الحركه دي حركه الالكتريكال بتخلي الزياده في الامباكت 25%. يعني انا هنا شغال مانيوال ولا الكتريك؟ الكتريك. المانيوال اللي هو زي قبل كده بقى بيبقى زي فيه رود، يعني في زي حبل او حاجه كده بتشد منه، ده اللي هو المانيوال بيبقى بنسبه 10%، بس احنا دلوقتي كلنا شغالين بايه؟ الكتريك اللي هي 25%. طيب بقى لها حاجه اسمها ايه؟ اللاترال شوك. اللاترال شوك اللي عندك دي يعني ايه؟ كلمه لاترال يعني ايه؟ طيب جانبي، وشوك صدمه، يعني صدمه جانبيه صح. في بقى سؤال، كم واحد لما ركب القطر حصل الحركه دي معاه وهو قاعد كده لقى نفسه بيتحرك يمين وشمال يمين وشمال صح؟ تفتكر انت، اسالك سؤال بقى، ليه الحركه دي حصلت؟ لا مش بيفرمل، اعتبره هو ماشي مش بيفرمل. صح صح. قال لك ايه؟ هو دلوقتي لو افترضنا فرضا جدلين ان العجله اللي هي ماشيه على القضيب، لو افترضنا ان القضيب ده مثلا مجازا 5 سنتي، المسافه دي 5، تفتكر العجله اللي بتركب على المين على القطر اللي هي القضيب، تفتكر العجله تبقى 5 سنتي ولا اوسع او ازيد؟ ازيد صح. ليه؟ لان هي لو على قدها 5 سنتي هيحصل ايه؟ احتكاك ومش هيمشي صح. فهي بتبقى اكبر منها تقريبا 2 سنتي سنتي وسنتي. فبحيث ايه اللي بيحصل بقى مع السرعه؟ بيحصل ايه؟ بيحصل خبطه جانبيه اللي هي اللاترال شوك. تفتكر اللاترال شوك دي حركه او قوه راسيه ولا افقيه؟ افقيه. فقال لك ساعتها الحركه الافقيه اللي هي اللاترال شوك بتتاخد، بص كده، 10% من قيمه اللايف لود اونلي. يعني ايه قيمه اللايف لود اونلي؟ يعني من غير مين؟ الامباكت لود. يعني ساعتها اللاترال شوك اللي هي اسمها الار هوريزونتال بتساوي كام؟ 1/10 من قيمة انهي ار؟ ار لايف بلس امباكت ولا ار لايف بس؟ اللي هي رقم كام؟ اللي هي 0.1 في الار لايف فقط اللي هي ب 16، اللي هي يطلع معايا 1.6 طن. في مشكلة في الكلام ده؟ يبقى انت عندك كام نوع من الاحمال؟ 4 أنواع. النوع الأولاني اللي هو اسمه الديد لود بيبقى 0.2 الاس، عشان ده حمل الكرين جيردر، الاون ويت بتاع الكرين جيردر. بعد كده عندك اللايف لود اللي هو حمل العجلة. بعد كده عندك الامباكت لود أو الفاكتور اللي أنت بتضيفه على اللايف لود بتاع حمل الصدم 25%. في الآخر عندك 10% بتاع مين؟ اللاترال شوك اللي هو المفروض 0.1 من الار لايف فقط. في مشكلة في الكلام ده؟ حلو. ده حمل رأسي ولا أفقي؟ ده حمل رأسي ولا أفقي؟ ينفع أجمع حمل أفقي مع حمل رأسي؟ لو خليتها 1.25 أو 1.1 بقى هنا، يبقى كأني جمعت اللايف لود مع لاترال شوك. أنا عايز أعرف اللاترال شوك بس بكام؟
حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ طيب كده انت خلصت 90% من المساله، فاضل حاجه بس بسيطه اللي هي ايه؟ محصله الكلام ده كله، المحصله بقى اللي هي التوتال بتاع ده مقسمه ايه؟ مقسمه الى احمال راسيه واحمال افقيه. تفتكر انت بقى كده الفي ماكسيمم بكام؟ او ايه هو الفي ماكسيمم؟ الار ديت زائد الار امباكت. حد ليه راي تاني؟ هو الفي ده اللي هو ايه؟ جميع الاحمال الراسيه. مش هو يعتبر الراس ايه؟ الديد ده راسي ولا افقي؟ راسي. طب اللايف العادي ولا الامباكت؟ خلاص بقى انا جايب امباكت اصلا، يبقى ساعتها الفي ماكسيمم عباره عن ايه؟ الار ديد زائد ار لايف بلس مين؟ الامباكت اللي هو عندك الواحد زائد العشرين اللي هو 21 طن. ده مين؟ مجموع الاحمال الرأسية. فاضل مين؟ الاتش ماكسيمم. هل في اي حمل افق غير الار اتش اللي هي الار هوريزونتال؟ يبقى هي بكام؟ 1.6 طن. خلصت؟ اه خلصت. بس باقي لك حاجه كده صغيره لازم تعملها، اللي هي حاجه اسمها توقيع الكيسز. يعني توقيع الكيسز اللي هي الحالات اللي ممكن تحصل. يعني مثلا في عندي كيس اسميها كيس 1 وكيس اسميها كيس 2 وكيس 3 وكيس 4. ادي الكرين عندك في كل حاله من هنا. ايه بقى الكيسز دي بالراحه كده؟ قال لي بص، هو مش اول احتمال عندي ان الهوك ده اللي شايل الحمل يبقى يقرب من الناحيه الشمال، يعني شكل الكرين يبقى عامل كده، يبقى الهوك مقرب هنا. ساعتها هنا الحمل الراسي ده يبقى الفي ماكسيمم ولا مينيمم؟ يبقى هنا في الفي ماكس، والفي ماكسيمم يبقى معاه الافق اتش مين؟ الاتش ماكسيمم. وبالتالي هنا يبقى مين؟ الفي مينيمم والاتش مينيمم. هل الاتش مينيمم في الاتجاه ده ولا الاتجاه ده؟ دايما الاثنين مع بعض. ما هو القطر او الهوك ده بيمشوا مع بعض كده، مفيش حاجه اسمها ان الماكسيمم ماشي كده ويقول لك سلام عليكم انا ماشي الناحيه الثانيه المينيمم. فلازم هما الاثنين مع مين؟ مع بعض. فساعتها لو الاتش ماكسيمم في الحاله الاولى دي مشي كده يبقى هنا مين؟ اتش مين. طب دي يا باشمهندس كيس 1، في مين؟ كيس 2 اللي هي مين بقى؟ مش ينفع نفس الهوك ده يبقى شايل الحمل الناحيه الثانيه، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ العكس. ساعتها ده اسمه الفي ماكس، وهو برضه هو الاتش ماكس ما زال هو هو، بس المره دي هنا فيه مينيمم والاتش مينيمم، ما زال لسه كل ده مين؟ الهوك ماشي كده في الاتجاه ده، اللي هو يعني هنا ازاي؟ هنا كان جاي من اليمين وقف لغايه الشمال كده، وهنا نفس الكلام، هو اصلا هيبدا بيتحرك من مين؟ من اليمين راح للشمال، صح كده؟ طيب في حالتين تاني، ايه هما؟ لا الورا قدام مش دي. ها هل النص دي كيس كريتيكال؟ هل النص دي اصلا هيبقى في واحده منهم اسمها في ماكسيمم؟ مفيش، صح؟ يبقى في بس عاديه. فقال لك في حاله تانيه، اه هو مش بدل ما الحركه الافقيه ماشيه كده مش ممكن الحركه الافقيه تمشي الناحيه التانية؟ يعني بدل ما الهوك ده ماشي كده ممكن يبدا يتحرك منين؟ الناحيه التانية. يعني ساعتها الرسمه دي تبقى عامله ازاي؟ بدل ما الاتش ماكسيمم والمينيمم ماشيين كده، هم نفس الحالات بس ايه؟ الاتجاه التاني. يعني هنا يبقى فيه في ماكس، وهنا مين؟ وهنا في مين؟ في مينيمم معاها اتش مينيمم. قول لي انت ايه الفرق؟ انت شايف ايه الفرق؟ مين اللي بيسأل؟ الهوك ده مش هو بيتحرك؟ لو هو بيتحرك هو كان واقف هنا وفضل ماشي كده، يعني
يعني هو ماشي كده بيتحرك في الاتجاه ده، والهوك هنا. يعني مثلا تعال نتفق مع بعض على حاجه، انت عندك هنا في حموله هو شايلها، حلو، وهو بيتحرك من هنا، مش هو ممكن وهو ماشي كده يبقى الحموله موجوده عنده هنا، وساعتها الخبطه مش احنا اتفقنا ان هي حركه جانبيه كده؟ مش في احتمال ان هي يبقى دي واحده وفي احتمال تاني يبقى الناحيه التانيه؟ هو القطر لما بيجي يميل بيك بيميل في اتجاه واحد بس وبيتحرك يمين وشمال؟ هي دي اليمين والشمال بتاعته. فهمنا النقطه دي؟ عندي كام كيس؟ مش بتحسبهم، بس دول لو انتوا بقى متابعين الاتش مينيمم والفي مينيمم دي جايه منين. مش قلت لك؟ لا، مش قلت لك ان في الجدول في قيمتين حاجه اسمها البي ماكسيمم ومين البي مينيمم؟ هي دي جايه من حاله البي مينيمم، بس انت ما بتعملهاش. فاهمين اللقطه دي؟ يعني انت المفروض البي مينيمم بتاعك هو ده اللي بيتجاب منه الفي مينيمم والاتش مينيمم، بس انت ما بتعملش كده. طيب نعم، الحالة الرابعة، الثالثة والرابعة، أنت عندك هنا الفي ماكس والإتش ماكسيمم ماشي كده. الحالة الموازية ليها إن الإتش ماكسيمم ماشي الناحية التانية، اللي هو ممكن يرد كده وممكن يرد كده. لا، أنت دول بتعملهم، مش هتعمل أربعة، أنت بترسم الرسمة دي بس إنديكيشن بس. خد بالك ده مش بيغير حاجة في الحل، أنت كده خلصت مسألتك، تروح ارسم له الأربع خطوات دول وخلاص. أه، في بقى سؤال كده عليه إيه؟ درجتين بونص حلوين كده. هل دول الأربعة كيس بس ولا أنت ليك رأي تاني؟ فكر كده. حمل لو مايل، العجلة دي ينفعش تبقى مايل. أي مسألة كرين في حالتين كمان، إيه هما مثلا؟ فكر كده. ثواني إيه؟ لو إيه؟ من الوش. طب ما هو اصلا ده بيتحرك جوه، عشان كده حصل لاترال شوك، ما هو ده لما دخل جوه اتحرك. سؤال بس، احنا انا ليه بس السؤال ده؟ عشان في حاجات هتفهمها وفي حاجات هتتنفي فهتفهمها برضو. اللي بيقول ان الاثنين ماكسيمم، هل ده احتمال وارد؟ ازاي انت عندك هوك واحد بس؟ لا، انا ما انا بقول لك هو هوك واحد بس، هو هوك واحد بس، فبالتالي اما ماكسيمم هنا يا اما مينيمم هنا، ففي الاثنين ماكسن دي مستحيل. ما هو البراكت والبراكت، انا خد بالك انا عايز الماكسيمم على البراكت، فلو هو مش في النص ده او ماشي جوه ده مش ماكسيمم. انا عايز حالات تحميل تانية ممكن تاثر على البراكت، طبعا دي ممكن بس دي مش الحاله تفرق معايا. لو وقفت، يعني ايه لو وقفت؟ وقفت يعني قربت شويه بس هي مش في النص. ها، لو ايه؟ لا، اسهلها عليك شويه. لو ايه؟ لو ما بقاش لايف لود. لا، ما هو دايما لازم يبقى فيه لايف لود، ما هو ده الحاله الكريتيك، عشان كده اسمها في ماكس. اسهلها عليك عشان انت لسه تفكر برضه. هو دايما في اتش ماكس، يعني دايما في لاترال شوك. فكر كده، فكر، هل دايما دايما في لاترال شوك ولا في احتمال ما يبقاش في لاترال شوك؟ هو ممكن لو هو مش بيتحرك، هو واقف مفيش لاترال شوك كده، يبقى في ماكسيمم من الناحيه دي، ممكن يبقى في ماكسيمم. صح صح. قال لك ايه اسمك؟ ايه؟ وسيم. وسيم قال لك ايه؟ قال لي طب هو مش ممكن بدل ما الحركه بتاعت الونش ان هو بيتحرك جاب الهوك هنا خلاص فبقى ماكسيمم في وبيتحرك لجوه، هو مش ممكن يبقى جه هنا ووقف؟ وقف خلاص، مش المصنع خلاص هو حط الكرين اللي هو عاوزه، حمل الحموله ولسبب ما موقفه هنا على اول الايه؟ الباكي. هل هنا في لاترال شوك؟ بس في مين؟ في ماكسيمم، صح؟ ولما هنا يوقفوا الهوك يبقى هنا في في ماكسيمم، يبقى هنا في مين؟ الناحيه الثانيه. يعني معنى كده انت لازم تقول له ان في احتمال ما انه الاتش ماكسيمم ما تبقاش موجوده، يبقى في مين بس؟ هتقول لي طب ما دي مش حاله كريتيكال. لا، هي دي حاله كريتيكال في حاجه اسمها البرايمري لود، اللي هو ايه؟ لو انا عايز اقصى حمل راسي فقط، اللي هو مين؟ في كيس اسمها انه في في ماكسيمم ولا لا؟
فيه، لان انت لما بتقول انه في اتش معنى كده ان انت بتقول انه هو دايما بيتحرك، صح؟ مع انه هو مش دايما بيتحرك، لان خد بالك ان الاتش دي بسبب ما ممكن تبقى بتقلل لك اللود في اتجاه معين. انت عندك ده، فاكرين القوه في مسافه، صح؟ عندك لود راسي ولود جانبي، لو عايز تجيب المومنت تحت قوه في مسافه سواء زائد او ناقص، صح؟ يعني بسبب ما ممكن تقلل لك معايا اللود. فالحاله الرابعه الخامسه والسادسه اللي هم اخر حالتين تروح عامل له ايه؟ اروح عامل له الرسمه دي رقم 5 والرسمه الثانيه دي رقم 6، واحط ايه بس؟ احط هنا في كيس اسمها ان ده في ماكس، والمره دي هنا مين؟ والمره دي بقى العكس، دي مينيمم في ماكس. يبقى دي الحاله رقم 5، دي الحاله رقم 6. هل ينفع؟ اسمك ايه؟ محمود. محمود بيسال سؤال وده ليكوا كلكم، هل ينفع يبقى في اتش بس؟ فكر، هي مش الاتش دي نسبه من اللايف مقدارها 10%؟ يبقى هل ينفع تحصل لوحدها انه في لاترال شوك والمنشا واقف؟ يبقى دايما ايه موجوده معاه. طب في سؤال برضه هنا عشان تعرف، هو ينفع يبقى في هنا في ماكسيمم واللي جنبها دي او اللي عندها اتش مينيمم؟ ازاي؟ في حاجه اسمها كده؟ هل ينفع يبقى الحاله دي اسمها في ماكسيمم وداخل او خارج منها اتش مينيمم؟ مستحيل. ليه؟ لان هو اصلا الاتش ده نسبه من مين؟ من اللايف اللي في الفي. فلو اللايف ده كان ماكسيمم يبقى اكيد ده مين؟ يبقى الملخص اللي انا قلته كله ان انت عندك هنا الكيس دي تبقى مره داخل كده ومره داخل كده، ده اسمه الماكس وده مين؟ المينيمم، داخل كده وعامل كده ومره يتشقلبه، يبقى ده الفي مينيمم داخل كده وداخل كده، ده الفي ماكس داخل كده وداخل كده، واخر حاله اللي هي مين؟ واحد في ماكس واحد في مينيمم والعكس. في مشكله يا شباب؟ كده ده درس الكرين، سهل ولا صعب؟ مفيش اي حاجه خالص. طبعا المفروض في اماكن في كليات تانية بيتم تصميم الكرين جيردر ده نفسه بقى، وده ان شاء الله في المشروع الستيل لو انتوا ايه بعد الشر دخلته يعني. تمام؟ كده ده كان الجزء الخاص بالكريم. الكام سطر دول عايزينهم؟ دي بس، انا هسيب ده كله زي ما هو. هكمل ايه؟ السكاشن دي انا هقول لك الحاجات بتاعه الويند لود اللي هي سبيشال كيسز اللي عندك في الشيت. لا ترسم ايه في الشيت قصدك؟ اه لازم، مش ما فات قلنا هتجيب اللوحه يا اما ترسمها كروكي عندك. ايوه اه لازم. طب مش انا قلت لك توقيع اللودز جزء من الدرجه؟ ماشي. ما في رسمه تانية للويند ليفت ويند رايت واديت له، عملت كل ده؟ فايه بقى؟ مش فاهم. ناقص يعني؟ لما نيجي للفاينل في تريكات كتيره قوي اصلا ممكن نقولها مع بعض غير يعني للتسهيل، وبتمشي معانا مش هتبقى دي الازمه يعني. بص بقى ركز معايا، دول اشهر الحالات بتاعه الويند، فخلينا ندردش كده مع بعض. الكيس الاولانيه دي لو انت الويند بتاعك جاي من الشمال لليمين، يعني ويند ليفت، الممبر اي بي، انا دلوقتي كل ده هشتغل على ان انا اعرف السي اي بس. ممبر اي بي السي اي بتاعته بكام؟ راسي ومرئي يبقى موجب 8 من 10، وده مرئي بس مايل يبقى. طيب سؤال بقى،
من اول هنا لو هما كلهم نفس الليفل من اول هنا لغايه الاخر كام؟ سالب نص، حتى العمود سالب نص. خلاص دي حلقه ايه بسيطه، ولو مش شمال موجب بوينت 8 سالب بوينت 8 وكذلك الباقي سالب نص. طيب دي تمام. هنا عايز اتفضل. اعلى نقطه هنا في الفريم او التراس دي اسهل حاله. ها ما انا بقول لك هما كلهم نفس المستوى مش شايف. طيب ركز كده معايا، لو انت ويند ليفت، ويند ليفت هنا ده 0.8 وده من اول هنا اللي هو مين؟ لو حطينا اسماء اي بي، بص كده سي هنا الدي. ها خد بالك لما تيجي توقع سالب نص على الممبر سي دي اللي هو هنا، بس ده دلوقتي بقى عمود داخلي معلوش مين. يعني انت لما تيجي توقع الاحمال بتاعه الديستريبيوتد لود هيبقى سالب نص كده لبره، انتوا فاهمين؟ ما تحطليش على كل ده دلوقتي، ده بقى عمود مين داخلي. خلصنا من هنا بقى كل ده سالب نص. طب ماذا لو هو دلوقتي مين؟ ويند ايه رايت الاولاني ده 8 موجب بوينت 8. السؤال بقى المفروض تقول ان ممبر بي سي كله سالب نص، صح؟ بس هنا السبيشال كيس بتقول لك ايه بقى؟ اول سطح مائل حددته هو مرئي ولا غير مرئي، سي بتاعته بسالب 0.8. ايه ده؟ طب ما انا واقف هنا مش شايفه. بس ده اول سطح مائل، اول سطح هو المعرض الاكثر لمين؟ للرياح، فبالتالي القيمه بتاعته بتبقى كريتيكال عن الباقي. كل ما انا بمشي قدام كل ما الرياح بتقل معايا عكس اول واحد واخر واحد سواء ليفت او رايت، يعني فهمنا النقطه دي. فبالتالي في الحاله لو جات لك كده، لو انت خلاص ويند ليفت خلاص دي سالب 0.8، بس في الاخر ده يتحقق الشرط ان اول سطح مايل سواء جاي شايفه او مش شايفه زي ده او اللي هناك بكام، ومن اول هنا كل ده مين اللي هو يعتبر ده يعتبر سالب نص، سالب نص كل دول. في مشكله في الكلام ده؟ اتفضل. تاني عمود في اول شكل اللي فوق انت شايف ايه؟ لا انت شايف، بص ده اصلا عمود في 3 دي كده، هو عمود وسطي. اي عمود داخلي هل عليه كفر؟ نو كفر. بص كده القاعده بتقول لك ايه؟ نو كفر بيساوي نو ويند. انت الرياح مش بتيجي على العمود، الرياح بتيجي على الكفر، هنعرفها كمان في كيس جايه. طب سؤال بقى، بص كده لو انا عندي الرياح جايه في الاتجاه ده، الممبر ده 0.8 ده، بص كده بقى معايا ممبر سي دي اي عمود داخلي ما بحطش عليه كفر عشان الناس تعدي من جوه، مش الناس تعدي من جوه في المصنع مش حط كفر. هنا بقى السي دي شايفه ولا مش شايفه؟ وهو رأسي، رأسي مرئي يبقى بكام؟ طب وده شايفه ولا لا؟ صح. ومن اول هنا صح، صح كده. طب لو اتعكس ده معايا بقى، يلا بوينت 8 ده مين؟ عشان اول سطح مائل. طب ده شايفه ولا لا؟ يبقى طب وده ده اول سطح مائل بعد اللي انت شايفه، فاهم؟ يعني البوينت 8 دي خلتك تصفر العداد وتعيد تاني من الاول، فاهم النقطه دي؟ مش هتشوف، انا قلت لك اول سطح مائل ده سبيشال كيس. بس ده اول سطح مائل دلوقتي ده، ما هو اللي هو زي ده، ما دي سبيشال كيس. بيقول لك انه ليه اول سطح مائل بسالب بوينت 8؟ علشان الرياح على اول سطح سواء من هنا او من هنا الرياح اقوى. طيب وبعد كده ايه يا باشمهندسين؟ سالب نص، سالب نص، سالب نص. حتى الان في مشكله؟
خش على مين ده؟ كانتليفر، سواء كانتليفر في فريم او كانتليفر في مين، هي نفس القاعده. ايه بقى؟ هو مش انت كنت قايل يا باشمهندس ان القاعده بتقول ان القانون يعني السي اي في الكي في الكيو، وحسب بقى ما انا شغال فريم بضرب في اس، او شغال تراس بضرب في اس في ايه على كوزين الفا. ايه اللي يفرق الفريم او ايه اللي يفرق الكانتليفر عن اللي مش كانتليفر؟ في حاجه فرقه. ايه هي؟ الاول المعرض للرياح بشكل اكبر او اقوى، الكانتليفر ولا الفريم العادي؟ ليه؟ لان هو مفتوح اصلا، ينفع الرياح تحصل لها ايه؟ ينفع الرياح تيجي من جوه كده، وينفع الرياح مالها يعني ينفع تبقى بريشر وينفع تبقى ساكشن لفوق، صح ولا لا؟ طيب عشان كده في حاله الكانتليفر بيتم استبدال قيمه السي اي بقيمه اسمها السي اف، حيث ان السي اف بتعتمد على زاويه ميل الكانتليفر. ليه بقى؟ لان هو قال لك طبيعي ان الكانتليفر لو افقي الرياح مختلفه عن ما هو مايل، عن ما هو مايل غير ما هو يبقى راس اللي هو العمود، صح؟ فقال لك هنا لما تلاقي ان الالفا بتاعتك الزاويه بتاعت ميل الكانتليفر من 0 الى 10 درجات، السي اف بتاعتك بتساوي بص كده موجب او سالب 9/10. ليه موجب او سالب؟ علشان هو لا علشان هو بريشر وسكشن في نفس الوقت، بالقيمتين. يعني ساعتها وانت بتحسب المساله بتاعتك، ولنفترض المنبر ده اسمه منبر سي دي، ساعتها في المره اللي فاتت لما علمتك طريقه الجدول، ساعتها على تيجي على المنبر اللي اسمه السي دي تروح عامل ايه؟ قسمه نصين كده وحاطط مره 0.9 ومره 0.9، وساعتها الفاليو هتطلع ايه؟ قيمتين، هي نفس الرقم مثلا بس مره موجب ومره مين؟ مره سالب. ساعتها في التوقيع بتاعك بتروح جاي على المنبر ده كده، تروح رسمه بالاتجاه ده، سهم فوق وتحت في نفس الوقت. ده يعبر عن مين؟ ان هو ممكن يبقى بريشر وممكن يبقى ساكشن. في حاله التراس هي تيبيكال نفس الكلام، هتضرب في ايه على كوزين، والتوقيع بتاعك بيبقى عامل ازاي؟ سهم فوق ومين؟ سهم فوق وتحت، بنفس كل حاجه احنا عارفينها قبل كده، اللي هو الجوينت دي هتشيل النص والجوينت دي هتشيل النص. نعم الموجب لتحت. في مشكله لو ايه؟ حلو، ما انا هكمل لك بقى. لو الزاويه بتاعتك اكبر من 10 درجات، لو من 10 الى 20 درجه، ساعتها السي اف عندك بتبقى موجب او سالب 1.1. فهمنا يا باشمهندسين النقطه دي؟ لو ايه انت اللي تقول افقي يعني الزاويه بكام، زي الشيت بتاعك اللي هو فيجر 4. بص بقى اخر هو بس في نقطه بقى مهمه، اصبر بس. لو الرياح جت من الليفت او جت من الرايت، في الحالتين الكانتليفر قيمته موجب او سالب 0.9. يعني الكانتليفر لا يطبق عليه شرط المرئي او الغير المرئي، هو كانتليفر في الحالتين. يعني وانت بتحسب لو في اتنين كانتليفر من اليمين والشمال، وانت بتحسب ليفت الاتنين موجب وسالب حسب الزاويه، لو بتحسب رايت موجب او سالب حسب الزاويه. الميل لا، ساعات لو الميل 5 الى 1 بتبقى الزاويه 11.3، ساعتها يبقى نزلت هنا، جت في امتحان قبل كده زاوية الميل. حد يقدر يقول لي ايه الفرق بين الرسمة دي وبين الرسمة دي، وقيمة الويند ازاي؟ يعني انا لو هنا عايز ويند ليفت، ده اللي هو فيجر 3 ويند ليفت، هسمي لك المنبر وانت قول لي. الايادي رفعت بقى خلاص، رفعت وخلاص كل حاجه. واحد كده يقوم يقول لي يا باشمهندس دي بكذا ودي بكذا، انا عندي اهو
ممبرز اهو، هروح رسم لك نفس الحاجه، انا مش عايز غير السي اي بس. هنا الممبر وعايز هنا السي اي. ده ممبر اي بي، بي سي، ويند ليفت. طيب ها مين يقول لي؟ واحده واحده. اسمك ايه؟ يلا ماشي ماشي ماشي. ها ده ماشي، واللي بعده خلاص ساب نص بقى. ها اول واحد ده هيبقى اخر واحد مش هيبقى. طب ثواني بس، اللي متفق على الترتيب اللي اتقال موجب 8 سالب 8 سالب نص سالب نص يرفع ايده. اصبر بس ها، اصبر بقى. اسمك ايه؟ قول لي يا وسيم. اول واحده دي هتبقى صفر، وبعدين بعد كده دي سالب 8 المشتركه لا، بعد كده دي اللي هي دي هتبقى سالب نص وسالب نص. دول ما فهمش مشاكل بسالب نص وسالب نص. طيب وسيم اللي قاله وسيم، هتقول حاجه تاني؟ نفس الكلام اللي قاله بقى وسيم. ليه؟ طيب مش عشان كده. ايه الفرق بين الشكل ده وبين الشكل ده؟ انت الاول ايه اللي خلاك تقول ان هو بصفر؟ هي علشان ما فيهاش كفر. هي عشان ايه؟ ما فيهاش كفر. واخد بالك انا اصريت ان انا ارسم لك الكلام ده عشان تشوف هل هنا في كفر؟ لسه حالا قايل لك العباره اللي اوعى تنساها، حاجه اسمها ايه؟ نو كفر نو وين. عارفين يافطه الاعلانات؟ لو هي مش عليها اليافطه بتاعت الاعلان نفسه ما يبقاش عليها الرياح، لكن وانس بقى عليها الاعلان نفسه ده يعتبر كفر. عشان كده في الحتت اللي هي الشوارع العاديه ليه بيخرم لك ايه اللي هو الرياح او خرمك اللوحه؟ عشان الرياح ما تبقاش توقع لك اللوحه كلها. فعشان كده نو كفر يبقى ساعتها هنا بمين؟ بزيرو. لكن هنا ساعتها ممبر اي بي عادي جدا بموجب 8 من 10 لو انا شغال مين؟ ليفت. بس خد بالك ده تراس دلوقتي ولا فريم؟ انت اللي تقول انا جاي ويند ليفت. سالب بوينت 8، دي سالب نص ودي سالب نص، ما فيهاش مشكله بقى. الفكره بقى في حاجه، اي بي ده تراس ولا فريم المره دي؟ ده تراس عادي. الفريم هو او العمود هو اللي نازل تحت، لكن ده جزء من التراس. ساعتها التراس ديستريبيوتد ولا كونسنتريتد؟ يعني انا في الاخر عندي هنا جوينت لود وجوينت لود تاني. ساعتها الممبر ده حد يقدر يقول لي القيمه بتاعته؟ سي اي. خلاص الكي والكيو الفاليو بقى، حد يقدر يقول لي اكتب ايه؟ مثلا موجب بوينت 8 في 1 في 70 في الاس مثلا ب 5 متر في مين؟ لا، هو العمود ده او الجزء ده ليه علاقه بالايه ولا ليه علاقه بالارتفاع الاتش؟ صح ولا لا؟ هو الجوينت دي شايله ايه؟ مش شايله نص ده ونص ده؟ صح ولا لا؟ يبقى في مين؟ في اتش بس ولا اتش على الاثنين؟ تاني في ايه على كوزاين؟ عشان هنا كانت النقطه دي شايله النص ده والنص ده اللي هي الحته المايله، ايه على كوزاين كامله. ولكن دلوقتي النقطه دي شايله نص الارتفاع ده، هل ده مايل او ليه ميل؟ لا ده راسي. فخلاص ده انا شايل النص، وده مين؟ شايل النص التاني. ايه على كوزاين الفا اللي هي لو هو ترص كده زي ده زي اللي جاي، يعني اللي جاي اللي هو ممبر اسمه بي سي بيتضرب هنا في الاس في مين؟ في الايه على كوزاين الفا. الالفا دي اللي هي زاويه ميل السطح. ليه جبناه يعني؟ عشان انت الممبر ده الجوينت دي شايله من السنتر ده للسنتر ده، فشايله ايه على كوزاين ايه؟ نص ايه على كوزاين ونص ايه على كوزاين، فبقت ايه على كوزاين كام؟ الايه؟
اللي شايل نص المايل هي نفس الجوينت دي بس شايله هنا اسمها لو ده اسمه بي ويند فدي اسمها بي ويند على الاثنين. يعني الجوينت دي شايله الاثنين، شايله الجوينت الافقيه وشايله الجوينت المايل. فهمتوا اللقطه دي؟ انت تقول السي اي بتاعته بكام؟ بس ده اول سطح، فبكام سطح الافقي الميل بتاعه او السي اي بتاعته بسالب 0.8 من ناحيتين لان ده اول سطح. عادي بقى في الاغلب بيبقى فريم. يعني في مشكله شايف الكلام ده؟ طيب ننده الغياب وبعد كده صوره براحتك.